بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزاتي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة وسيم رشاد وفيديو جديد. في هذا الفيديو الجديد أريكم كيفية تحميل وتثبيت صيغة PDF على حاسوبكم أو ما يسمى بالإنجليزية PDF. فلنبدأ إذن على بركة الله. وكما تلاحظون هنا على سطح مكتبي لدي هنا عدة وثائق بصيغة PDF، وقد أنزلتها هنا على سطح المكتب بواسطة USB. بإمكاني قراءة هذه الوثائق، مثلا ننقر على هذه الوثيقة الأولى. كما تشاهدون هذه الوثيقة في صيغة PDF، ولكن لا يمكنني إرسالها إلى الغير لأنها لا توجد على سطح المكتب بصيغة PDF. ولتحويلها إلى صيغة PDF لابد لي من تحميل البرنامج الذي يقرأ الوثائق بصيغة PDF. ولتحميل هذا البرنامج ما علينا إلا فتح صفحة جديدة في محرك البحث في جوجل. نكتب هنا في هذه الصفحة Acrobat Reader. لدي هنا Acrobat Reader، ثم أنقر على زر الدخول للبحث، ثم ننقر على هذا الرابط الأول لتحميل هذا البرنامج، البرنامج الذي يمكننا من قراءة الوثائق بصيغة PDF. ثم تظهر لنا هذه الصفحة، ويجب علينا قبل الضغط على التحميل أو داونلود أن لا نحدد هذه الصيغة، لأنه بتحميلنا لهذا البرنامج سنقوم بتحميل هذا البرنامج الآخر الخاص بمحاربة الفيروسات، وهو برنامج غير مجاني. ننقر هنا لكي لا نحمل هذا البرنامج، ثم بعد ذلك ننقر هنا لكي لا نحمل إضافة هذا البرنامج الموجود في كروم. نقوم بعدم التحديد من هنا، ثم نأتي إلى هنا على اليمين. إذن هنا فقط لتحميل البرنامج في صيغته التجريبية، بل نأتي إلى هنا نقوم بتحميل هذا البرنامج من هنا. من هنا لدينا هنا باللغة الفرنسية تيليشارج أكروبات ريدر، أي تحميل أو داونلود أكروبات ريدر. ننقر عليها فتبدأ عملية التحميل. كما تشاهدون هنا بدأت عملية التحميل وانتهت. ننقر هنا لإيجاد المكان الذي حمل فيه هذا البرنامج. نقوم بالنقر هنا على افيشي دون لو دوسي أو إظهار في الملف. هنا كما تشاهدون هذا هو البرنامج، ننقر عليه مرتين لاستكمال عملية التحميل والتثبيت. ثم نأتي إلى هنا ننقر على نعم أو يس أو وي. هنا بدأت عملية التحميل والتثبيت وستنتهي بعد قليل. اكتملت عملية التحميل والتثبيت، ثم ننقر هنا على تغميني أو فينيش أو إنهاء، فتظهر لنا هذه النافذة التي تدل على أننا قمنا بتحميل هذا البرنامج بنجاح. نغلق هذه النافذة. كما ترون هنا قمنا بتحميل هذا البرنامج بنجاح. نعود إلى سطح المكتب لنشاهد أن هذه الوثائق قد تحولت فعلا إلى صيغة PDF كما تشاهدون، وبإمكاني الآن إرسالها إلى الغير بصيغة PDF أو PDF بالفرنسية. وفي الأخير أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذا الفيديو، ولا تنسوا المشاركة أو الاشتراك في قناة هذه لتشجيعنا على إنجاز المزيد من الفيديوهات الهادفة والمفيدة.
وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.